قالك عمدي قالك دزيت علي عمدي قالك انا مجي من مشوار طويل والله ما حدا وصلت انا اسمع يا ولد الناس ها انت لك 5 سنين وانت خاطب هالبنت ها لعن توا ما زلت ما حددتش الفرح امتى امتى الفرح ان شاء الله حدش حدد بس بك بس بك والله بس هيا فكني من الحنابه قد قد والله اسمع والله تو حاصل شغل وبعدها نجي 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 نزوج هاتي حصل شغل اه يعني لا انت هو انت مزت ما حصلت الشغل ما علينا شن صار في الشقه شقه اها بعد حصل شغل ونحصل فلوس وقت شقه باهي والذهب ما قلت لك انا حصل شغل نحصل فلوس ناخذ حوش وناخذ ذهب اسمعني يا فوزي انت مش وحيد بوك آه. يا سيدي انحلت المشكلة أنا نبي نصبي معك ونبي نعطيك البنت ونبي نساعدك أنا ما عنديش مانع إنك تسكن مع أبوك هاش انقلت بويا أها ما عندش مرتب حتى هو ما عندش مرتب ما عندش ها وبويا كيف محصل هالشقة أبوك تبغى ساكن مع جدي حج جدك آه معناها عليها النقة بنتي تقعد 50 سنة ولا أنت تطلع الفرح متاعها لا يا عمتي 50 سنة واجد والله واجد والله يقول لك 49 سنة شنو؟ إلا شهرين يمشي لها شنو؟ إلا شهرين نقول لك علي حاجة قولي بعد هكي باع لا شوري يا عمتي أنا عرفت شو نديره نشتغل ونشري شقة وبعدين نشري ذهب وبعدين نجيب لك الباعة اللي قلتها لي تو أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة من هذا البرنامج العائلي العالمي الذي يعنى بحل المشاكل المحلية والعالمية. الحقيقة وصلتنا عديد من الرسائل من عديد الدول، كذلك وصلتنا رسالة من اليونان عاصمة باريس، يقول الشخص اللي داز الرسالة نتمنى نشوف الورد والبرتقال في الشوارع بدل الشجر اللي ما فيش فايدة. والنساء اللي بعث الرسالة ان المشكلة مش في زراعة الورد والبرتقال، المشكلة في الهلاتة اللي يسرقوا حتى في مغاطي المجاري اللي في الشارع. والناس هذوما باش يتخلصوا من هذه العادة اللي هم يبيعوا في الحديد والجيزة والمش عارف شنو، هذوما لازم نلمهم كلهم مع بعضهم ونعطوهم دورة في شي دولة من الدول الأوروبية باش يشوفوا الحياة كيف ماشية غادي، باش يشوفوا الورد على حقيقته ويشوفوا البرتقال ويشوفوا الفواكه في الشوارع اللي ما يقربش فيهن حد. ولما يرجعوا هنا هذيك الساعة نعطوهم فسائل ونعطوهم بذور الورد وخلوهم يزرعوا ويشجروا باش تقعد بلادهم في مصاف الدول المتقدمة. لكن للأسف في ناس رغم النصائح اللي نقولوا فيه من خلال هذا البرنامج ومن برامج أخرى غيرنا، يعني هذا البرنامج يعني ما نبيش نقول إن زي ما تقول نحن لسنا وحدنا ولكننا الأفضل، قد تكون لسنا وحدنا ولكنها خلوة نجا، يعني ما يعني ما مثلا ما فيش برامج اخرى، لا في برامج اخرى وفي تنافس ولكن تنافس
شريف، الهدف منه تقديم النصيحة وتقديم الإرشاد. للأسف من خلال هذه البرامج نصحنا واجد، لكن مازال في بعض الناس يفكوا في العمد ويركبوا فيهم في المزارع الخاصة متاعهم. تو معقولة تركب عمود في مزرعتك وتسيب الشارع مظلم؟ بعدين نقولوا منين الحوادث؟ والله الشارع مظلم. انتم غير خلوا العمد في مكانهن، وخلوا مغاطي المجاري في مكانهن، وخلوا كل شيء برضه يا سيدي يجي المرور. والله حاجات لي شر البلية ما يضحك فعلا. والمشكلة مرات يهرب عليك مواطن معبي القلع متاع لوح وبلاستيك وكنايس ومش عارف شنو، ويجي وين يعرمن؟ عاد يعرمن عند طبيلة والله لافتة مكتوب عليها الرجاء المحافظة على نظافة المدينة. تقول ديرها بالعيني والله مانيش عارف كيف. وفي شارع من الشوارع اللي كانت نسمو فين شوارع الظل من كثرة الشجر اللي فين يقدر مظلات ونزكات بكل، وخاصة وين في فترة الصيف تم الناس شنو يقصوا في الشجر، واحد يدير فيه مفحومة، واحد يدير فيه قرمي، وواحد تليش هكي قال لك والله يعشم فيه العصافير، والعصافير يدرن في جو ازعاج في الصبح. معقولة شخصقة العصافير ازعاج؟ الله يبارك. يعني التمتيع مش اجعازه، حرق العجل وخط لوح مش اجعازه. المفروض اللي يجيب لنا في الخط لوح هذا يحاكموه يحاسبوه، بدل ما يجيب لنا كتابات، بدل ما يجيب لنا حاجة فيها فايدة فيها فيتامينات، هذه يجيب لنا خط لوح. عرفتوا ليش الناس تطربق في الخط لوح؟ لأن فلوسها فلوس حرام، فالحرام يمشي في شيء حرام. وبعدين احنا لازم نهتموا بالنظافة في كل مكان، مش في حواشينا بس، في المستشفيات، في المطاعم، في المقاهي، في كل مكان. وفي ختام هذه الحلقة نقول للأخ أو الأخت اللي تتمنى تشوف أن مدينتها كيف ما قالت في رسالتها أو قال في رسالتها، نتمنى نشوف فيها البرتقال ونتمنى نشوف فيها الورود، نقول له هذا حلم، لكن إن شاء الله على القريب يصبح حقيقة. وظيفة يا خالي، فايزين يا عمي، مغاربة فايزين، مروكية هاجة سمحة مراكة من وهران هذه يوم يا راحي قاتيك أقلت في الله وهران في الجزائر بيضة بالخضر، المغرب غادي هيك، المغرب غادي قبل تراويح والكلامات يا ولد كلهم كيف بعضهم نفس الحوار يقولوا نفس الدوة قلنا نفس الدوة الدوة نفس الحوار باي شنو هذا هاي مانو باران اسأل عليك وبير ماشيين الناس وبير ماشيين اكفي فيها اكفي بس نقول لك حاجة بدأت حيث حوسة من أكلك شريع بكري شيء طبابير بنزينة شيء طبابير خبزة شيء طبابير غاز
ولك هاي حاجة كملنا كل طوابير يا خالي. كملنا طابور الخامس الله علينا طوابير الله لا تروح. واجدة طوابير خبزة بنزين يا مش نعم كل طوابير. لا وبنزين هذه قصتها قصة يا رجل. الجماعة شفتم صلوا الخوتة اللي صبوا لهم جايبوا بالعسكري يا رمى التوتة من لوطة وصلوا العسكري وجبوتي عسكري من فوق وجلوا بنوا وقول لك جاي من جابها عمك والله خسر بالله عبد الله قال امك وديروا فيها جوا والبانجا كم البانجا يبيعوا فيها برا مش عارف 9 جنيه جوا تاخذها ب6 جنيه صح برا بكفنا ومن جوا ما زال ما غسلوها جو والله جو خويط والله بدل هذه تم التجاره بدل العسكريه والله تم التجاره مين غلط حاطين ورا الباب الشباب كان يبي غاز كان يبي بنزينه يطلع البسه ويحل ويجيب وماسكين دي كل واحد في كلمة هو جيت بالجبهة عرفته كيف صار جبهة وجل في جل في جبهة غادي والله ما في حتى مية بيش يشربوها من جل لا يا رجل والله يستر الله والله الشباب اللي مستغلين البدلة هذوما ربي يلطف بحالهم وخلاص مفروض ينقدوا شوية وخلوا عندهم شوية غيرية عرفته مش كل من جاي يخش يدير كوب لجماعة الجيش ويزقب يقول لك أنا من عسكرية ومن جبهة يا رب يستر الله حصيل نظيفة يا حاج مروكية يا عمي مروكية وشعر أصفر طويل من وهرانو حصونا الكلام هذا ما يصير بكر يا ولادي والله ما يصير قولوا لي حصونا ضرب مفتاح الدماغ هذا كلام ما خشش دماغي وبعد شفتك ولابس حلو هيك ما ظنيش قلت انا افتح يدير هذا سي حسن هذا تصور يا حاج فوزي من يوم ما سكنت في العماره هذه وكل يوم يجي الساعه 9 في الصبح يدق علي الباب ويقول لي اعطيني حكيت حليب تصور يا حاج فوزي لا عادي نتصور هذه يا رجل انا البعاضه يا راك انك وكان اعطيتها حكيش حليب شنو فيها فطر بها وحوالته يا راك وبعدين يجيني على الساعه الواحده تماما في الظهر يا حاج ويقول لي شنو غداكم ومرات يتغدى معايا تصور يا حاج فوزي تصور والله هذا كل اجر يا وليدي شنو فيها كان تغدى معاك ولا تعشى معاك شنو فيها ترى قول لي يا حاج تصور يا حاج ان الساعه الرابعه تماما في كل يوم يجي يدق علي يقول لي ها ما فيش لوز ما فيش كاكاويه عصريه يبي عصر معايا يا حاج تصور عصريه يا وليدي والله ما عندك ما تقول فيها را. حتى الجار اللي يصل عليك كل شويه راهي باهيه يا وليدي را. اخر حاجه يا حاج تصورها بروحك انت هذه بروحك خوض كورنر وحدك وتصورها بروحك طلب مني شقه يا حاج شقه الشقه كيف طلبها الشقه قال لي نريد نزوج العيل ونبي الشقه منك سنه فضي لي شقه سنه لو سمحت تصور مفتاح انت قلت لي ضربت دماغ علي طلاق كان حق دماغي مش دماغ عاد هيك باع أعزائي المشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المعروف مريض علي ميت متكي عارفين نحن اليوم عليش خصصنا هذه الحلقة بهذا الاسم لأن مساكين الليبيين يا تلقاه مفقود يا جريح يا مسكين مبتور والأطراف ما فيش أطراف بكر مسكين وتلقاه يعاني عارفين هذا كله عليش لأنه هو دفاع اليوم عمره وحياته وأطرافه ودفاع مسكين ثمن حياته كلها في سبيل حرية البلاد لكن للأسف ما لقاش الحرية اللي يعبر اليوم بها علي نفسه ومسكين باش هنا يلقى شيء مزدهر في البلاد باش هي اليوم على الأقل شيء إن هي تعوفة ما خسر على سبيل المثال نحن الليبيين اليوم نحكوا على جرحى جرحى المساكين جرحى اللي حطوا فيه محط مالك في الخمر قالوا يديروا فيه مشاكل ويكسروا فيه شوارع والسيارات والدكاكين هذا كله عليش هذا عامل نفسي يا سيدي الكريم نحن الليبيين الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن يعني اليوم عندنا يوم يعني عندنا ميزانية ما شاء الله تبارك الله وعندنا جو مش عادي بكل
علاش نحن اليوم على سبيل المثال ما نديروا على سبيل المثال مستشفيات كبيرة، ملينا من عيادات خاصة، عيادات خاصة، مدارس، مدارس خاصة، لم ينجح أحد، لم قصة كبيرة وموضوع خطير خطير خطير. عموما يا سيدي كريم، كيف ما قلنا لكم وكيف ما حكينا لكم اليوم، قلنا كيف ما نقولوا نحن مفروض نديروا مستشفى للقلب ومستشفى ايضا للمعده ومستشفى لزرع الشعر ومستشفى لزرع الاطراف ومستشفى الاطفال والضغط والدم وكل، لان نحن الشعب الليبي اكثر شعب مسكين ربي يكتب عليه المرض، سفر الله العظيم. عموما يا سيدي كريم، انتوا اليوم تعرفوا الليبيين، الليبيين اليوم اللي مسكين ما هو متكين عليه، عارفين طبعا الليبيين اليوم انتوا اكيد ما باش نحكي على الليبيين واجد لان هذا شعبي وسكر حبيبي. اليوم نحكوا على سبيل المثال خوتنا الليبيين، اليوم على سبيل المثال تلقاهم مساكين بيعدي علاج، يا يعدي مصر، يا يعدي تونس، يا يعدي تركيا، خطر على تركيا، لكن تنسوا العشق الممنوع الساعة 4 على ام بي سي 4. المهم اليوم طبعا تعدي تركب هذيك الطيارة وتقعد بطنك يا سيدي تلوي فيك، عارفين عليش؟ تو نقول لكم عليش، لأن في مصير أسود يراجي فيك، يا في تونس، يا في مصر، يا في الأردن، يا حتى في تركيا. نقول لكم على سبيل المثال، تجيك المضيفة تقول لك تفضل يا أستاذ عصيرك والله شاهي والله السندوتشات بتاعتك، أنت طبعا جعان وما تبيش تحكي وما تبيش تتكلم وجو من هالجو، ولكن سبيل هذا كله تمشي تقول والله ما عندي نية يا أختي الكريمة. عموما توصل المطار قرطاج تحق الجماعة وتحق البوليس، تخاف تقول كيف صار يا جماعة الخير القبض على مجرم خطير، تصبي عند الاكاونت اللي هو المكتب تاع الحجز، تمد جوازك يفنص فيك، يقول لك شبيك خوي العزيز، انت شبيك، يقول لك ارجع، ارجع يا كل الحب، ارجع يا فانيلي، على قول مغني سعودي مارك الكاظمو، لا يا حبيبي، يقول لك ارجع جوازك 2005 2006 و2007، يا سيدي ونرجع ليش لا؟ تبي ندفع رشوه؟ علاش الخراب والحرام والدمار؟ المهم ترجع وممكن ترجع في نفس الطياره، وتصير لك قصه. تلقى هيك شوية من جماعة لمن يقول لك غير تعال يا أخوي العزيز، توا خشوك وتوني أنت راجل عاد معك أسرتك وناس قاعدين على كراريس، وتقعد طبعا تدفع لك 200 أو 300 دولار وتخش تونس. أول ما تركب في التاكسي إباحة فيك، يقول لك أنك أستاذ تعرفني، يقول لك لا والله نبيك تفرح بيا، أفرح بيا، البوليس يبيك تفرح بيه. تعدي تخش العيادة، الدكتور تلقاه موطي لك ورقة تحاليل، تحاليل دم، تحاليل ضغط، تحاليل سكر، تحاليل مزرعة، خطر على المزرعة. أنا الوزراء على سبيل المثال ما فيش وزير نجح إلا وزير واحد، عارفين وزير شنو؟ وزير الزراعة، لأن أول ما مسك والمزرعة سعيدة ماشية بسم الله تبارك الله. عموما تروح ليبيا داهش فلوس ما فيش، حتى الدكتور ولا البواب اللي على العيادة ايش يقول لك؟ خوي العزيز انت مروح ليبيا، الله يستر بيتك، جاي جاي جيب معك تليفون. لا، اي تليفون، اي تليفون، انا لله وانا اليه راجعون. عموما يا ليبيين ما تزعلوش ارواحكم، ما تزعلوش ارواحكم، ولازم تصبروا ولازم تتابروا. كل الشعب الليبي الله غالب عليكم، اليوم لازم تصبروا ولازم تتحملوا، لان هذه هي ليبيا وهذا هو مشروع الشباب والجرحى. ونقول لكم حاجة واحدة، أضحكوا أضحكوا، بك يجيكم رئيس ويفرح بكم.